اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين انه هو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي فتح نوافذ قلوبنا لافضل هدي انه القران المبارك المجيد وطرز جماليه المدح والثناء لرسول البشريه وانك لعلى خلق عظيم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين خزان العلم ومنتهى الحلم وعلى الصحابه والتابعين الذين اتبعوا نهجك بوعي واخلاص ويقين سلام عليكم وسلامًا ذا دوام قد تشرفنا جميعا بكم طاب المقام صحة وسلامة وعافية رمضان كريم عليكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله في أفياء تجوال معرفي تراثي جديد عبر سباق من قبل طلبتنا الكرام في جامعة واسط هذه المرة وجامعة الكفيل وجولة أخرى من جولات مسابقة معارف التراث، كونوا معنا واصحبونا لنتعرف على شبابنا الكرام الواصلين على منصات قلوبنا وبعد ذلك شرح موجز لاهم فقرات هذه المسابقه، يلا جاهزين ان شاء الله؟ اولا شبابنا سلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله شكرا لهذا الحضور الله. الجميل أحنا. معنا فؤاد موسى محمد فؤاد ممكن الاسم الثلاثي؟ فؤاد فاضل عبيد، جامعه واسط كليه التربيه الاساسيه، قسم التربيه الاسلاميه يا هلا ويا مرحبا اهلا وسهلا بفؤاد عزيزنا وموسى موسى اكرم من عيس جامعه واسط كليه الهندسه قسم الميكانيك ما شاء الله ومحمد محمد اكرم من عيس جامعه واسط كليه التربيه للعلوم الصرفه قسم الرياضيات ما شاء الله بالطبع فؤاد مهتم بتفسير القران الكريم وعلوم القران الكريم موسى حافظ لكل القران الكريم وكذلك محمد حافظ لكل القران الكريم ما شاء الله على هذه الشبيبه الطيبه الموفقه والمثابره في مجالات العلم والمعرفة والقرآن الكريم بورك غرسكم نما عودكم إن شاء الله أهلا وسهلا ومرحبا محمد حسن قاسم ما شاء الله عليهم نتعرف على الاسم الثلاثي لمحمد محمد منذر ناصر كلية طب الأسنان جامعة الكفيل ما شاء الله عليك طبيبنا في المستقبل ما شاء, ما شاء الله. الله أهلا وسهلا حسن حسن فاهم عبد الحمزة جامعة الكفيل كلية طب الأسنان ما شاء الله عليك طبيبنا في المستقبل الله. طبيب الأسنان الحلو والجميل قاسم قاسم لطيف قاسم تقنيات المختبرات الطبيه جامعه الكفيل. أنت قاسم لطيف الله يبارك فيك ولطيف وجميل بحضورك وحضور إخوانك أيضاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. مسابقتنا كما تعرفون ثلاث مراحل المرحلة الأولى أربعة أسئلة من عشرة أبواب المرحلة الثانية ثلاثة أسئلة من خمسة أبواب والمرحلة الثالثة ثلاثة أسئلة هذه المرة من أربعة أبواب. ننتقل إلى المرحلة الأولى لكن بعد هذا الفاصل صدرنا وقد نادى السماح بنا ريدو سعدنا إلى مغناك والعود أحمد هكذا قالوا وانا اقول العود احمد بجمال جودكم ووجودكم وحضوركم معنا بهذه النظرات الطيبه تتابعون اروقه هذه المسابقه مسابقه معرفيه تراثيه للاخذ بيدنا من الماضي التليد للمستقبل الجميل ان شاء الله بالاخذ من تلك التجربه الى مستقبل زاهر نبدا بجامعة واسط وابواب المرحلة الاولى من هذه المسابقة، جاهزون ان شاء الله؟ ان شاء الله يلا فؤاد آه. موسى محمد اولا نبدا بفؤاد مم. يختار لنا في المرحلة الاولى عشرة يعني خيارات لدينا تراثيات محافظاتنا الجميلة، اختيار اي تراثية من تراثيات محافظاتنا؟ إن شاء الله محافظة واسط إن شاء الله محافظة واسط أكيد جامعة واسط والمعرفة موجودة إن شاء, إن شاء الله بهذه المحافظة السؤال يربط قسمي مدينة الكوت جسران أحدهما سدة الكوت والآخر يسمى أولاً جسر الكرامة أم جسر الدجيل أم جسر الغراف يبدأ العدد التنازلي من هذه اللحظة يلا يا فؤاد يلا يا موسى يلا يا محمد أوه. إن شاء الله جسر الكرامة جسر الكرامة جسر الكرامة نثبت الجواب إن شاء الله نثبه. أكيد إن شاء الله إن شاء الله بدون شك إن شاء الله ولا ترديد. ولا ترديد ثبتوا الإجابة نعم الإجابة صحيحة اللهم صل على, على محمد, محمد وآل محمد شكرا جزيلا لأعزائنا في شكرا. جامعة واسط وننتقل إلى جامعة الكفيل والاختيار الأول من قبل محمد جامعة واسط، آه، عشرة خيارات وعشرة أبواب، تفضلوا إن شاء الله نختار تراث البصرة تراث البصرة، ما شاء الله، يلا نختار تراث البصرة السؤال هو من الأسماء القديمة لمدينة البصرة هو ذات الوشاحين، ذات الجناحين، ذات النهرين من الآن يبدأ العد التنازلي تشاوروا بيناتكم عسى و... أن المشاورة تكون فيها شيء من آه النفع في تلاقح الأفكار والآراء وبالتالي الإجابة الصحيحة. قاسم حسن ومحمد. ناخذ أستاذ وسيلة حذف إجابة. يأخذون وسيلة حذف إجابة من الإجابتين وما بقي ذات الوشاحين ذات النهرين، يلا. الوقت المتبقي 23 ثانية 22 ثانية 21 ثانية ذات 20 النهرين 20 إن شاء الله ذات النهرين ثابتين على الإجابة أكيد نثبت عندكم وقت ذات النهرين ثبتوها يلا إجابة خاطئة مع الأسف الإجابة الصحيحة هي ذات الوشاحين يلا خيرها إن شاء الله بغيرها ما زلنا في أول المسابقة موسى أقبل ولا تخف يا موسى يلا أقبل واختر ما يحلو لك إن شاء الله تراث سامراء تراث سامراء يختار تراث سامراء قصر الجوسق الخاقاني بني على نهر دجلة من قبل الحاكم العباسي هل هو المعتصم بالله أم المستعين بالله أم المعتضد بالله من الآن بدأت المشورة وبدأ العد التنازلي فؤاد إجابة. موسى لك الإجابة نحذف إجابة نعم نحذف إجابة نحذف إجابة. نعم. إجابة. إجابة. إجابة طيب آلية المساعدة حذف إجابة وبقي لدينا المعتصم بالله والمستعين بالله اختاروا من بينهما المعتصم, المعتصم بالله المعتصم بالله ثابتين؟ ثابتين ثبت؟ جواب نهائي ثبتوا الكنترول ثبت والإجابة صحيحة اللهم صل على, على محمد, محمد وآل محمد. محمد إلى جامعة الكفيل يا أبا الفضل يلا حسن نعم تختار من بين الأبواب العشرة تراث الديوانية إن شاء الله تراث الديوانية يختارون تراث الديوانية السؤال هو قلعة تراثية في ناحية غماس بنيت عام 1770 سميت نسبة إلى أميري عشائر الخزاع الذي سلمته الدولة العثمانية هذه القلعة الاستراتيجية وقد عثر فيها مؤخرا على كميات كبيرة من الأسلحة منها السيوف والخناجر والدروع هي قلعة حمد آل حمود قلعة عبد الواحد آل سكر قلعة ذرب الآن يبدأ العد التنازل يلا قلعة حمد آل قلعة جميلة هذه المداولة والمشاورة الحمد لله من نص الديوانية من مركز بنو قماص اساعدكم شوية؟ على الأقل قلعة ذرب. اختاروا أول شيء حتى أنا أساعدكم. قلعة الذرب أكيد؟ دعوني الله. هي حمد آل حمود. مركز الديوانية، القلعة مالته. ثبت ذرب. ثبت ذرب ثبت 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 الوقت انتهى والإجابة صحيحة لأنه لما شوية نتأخر بالتثبيت تحذف الإجابة وتلغى نعم شكرا جزيلا لحضورنا الكريم الذي يشاركنا أيضا بالصلوات الحلوة والجميلة وإن شاء الله تعلو أفضل من هذا محمد لك الخيار الثالث إن شاء الله تراث النجف إلى عزيزنا محمد إلى حبيبنا محمد تراث النجف وإلى تراث النجف يختار تراث النجف الكنترول اختار لنا تراث النجف والسؤال هو متى اختيرت النجف عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2010 في عام 2012 في عام 2014 من الآن يبدأ العد التنازلي محمد ان شاء الله 2014 2014 إن شاء الله. متأكدين؟ ان شاء الله 100 نص ونص؟ نص ونص 70%؟ مم. 60% آه، نثبت الإجابة يعني؟ ثبت ان شاء الله 2014 ثبتوا الإجابة، الإجابة خاطئة أما الإجابة الصحيحة فهي 2012 نعم، آه، طيب لا بأس إن شاء الله ما زلنا في أول المسابقة يلا جامعة الكفيل واختيار السؤال الثالث. يلا أه، تراث النجف إن شاء الله تراث النجف يختارون تراث النجف والسؤال: قام النجفيون بثورة ضد قوات الإنجليز عام 1918، 1919، 1921 الآن بدأ العدد التنازلي. يلا يلا شباب آه، ان شاء الله آه، نختار الجواب الاول 1918 اكيد؟ نؤكد واثقين؟ ان شاء الله بقوه بصراحه نعم بصرامه بحزم يلا ثبتوها والاجابه صحيحه صلى على محمد والى جامعه واسط فؤاد ان شاء الله تراث كربلاء وأما السؤال الذي اختاروه جماعة جامعة واسط في تراث كربلاء هو ما هو أشهر وأقدم عقد في كربلاء؟ الإجابات الثلاثة أولا عقد القمي عقد السادة عقد ألبو لبن عقد السادة عقد القمي عقد قلب نطلب, آل نطلب مساعده الجمهور نطلب مساعده الجمهور هكذا يقولون شبابنا في جامعه واسط الجمهور آه وصل لنا الميكروفون بلا زحمه طيب اولا نتعرف على اسمك الكريم السلام عليكم وعليكم السلام صوتوس من الجامعه المستنصرية حياك الله آه آه الاجابه نعم اجمع الجمهور على ان الاجابه هو عقد الساده آه اجمع الجمهور على ان الإجابة عقد السادة <applause> تثبتون؟ مع الجمهور إن شاء الله ونثبت نثبت يلا نثبت وهو الإجابة صحيحة أحسنتم صلى على محمد وآل محمد جامعة الكفيل يلا يا محمد إن شاء الله اختار. اختار تراث الحلة تراث الحلة تراث الحلة يقول السؤال قام بفتح شارع صفي الدين الحلي في الحلة ال متصرف عارف قفطان خليل عزمي احمد زكي الخياط من الان بدا العد التنازلي من الان بدا العد التنازلي قام بفتح شارع صفي الدين الحلي في الحله المتصرف عارف قفطان خليل عزمي احمد زكي الخياط ما هي الاجابه الصحيحه؟ يلا الوقت انتهى يعني على وشك نختار الجمهور يختارون الجمهور نعم لدينا آليات للمساعدة آلية الجمهور وكذلك لدينا آلية الحذف اختاروا آلية الحذف وكذلك آلية الاتصال بقناة المعارف ولا تنسوا لدينا آه خاصية التحدي يعني إذا يختارون السؤال ويجيبون إجابة صحيحة تضاعف درجتهم جمهورنا الكريم آه جامعة الكفيل اختارتكم أنتم لكي تساعدوا آه هذه الجامعة في إحراز إجابة صحيحة عن هذا السؤال يلا منو راح يجاوب آه وصلوا الميكروفون بلا زحمة لعزيزنا اللي راح يكون ممثلا بالإجابة إن شاء الله وهذا السؤال موجود بين أيديكم قام بفتح شارع صفية الدين الحلي في الحلة المتصرف عارف قفطان خليل عزمي أم أحمد زكي الخياط أول نتعرف على اسمك الكريم مرتضى حامد يا أستاذ أهلا وسهلا حياك الله أكثر إن شاء الله حسب ما استقر عليه رأي الجمهور الرأي عفوا الخيار الثالث أحمد زكي الخياط أه، تثبتون ما قالوه نثبت إن شاء الله نثبت ما قاله الإخوة الحاضرون أحمد زكي الخياط ثبت لنا إياه والإجابة صحيحة اللهم صل على. على محمد <applause> أربعة أسئلة سئلت نعم. أربعة أسئلة سئلت نعم. المرحلة الأولى انتهت نأخذ المرحلة الثانية بعد هذه الوقفة إن شاء الله كل معنا واصحبونا حياكم الله حضرات المشاهدين الافاضل وبياكم ان شاء الله يا رب الاستقرار والامن والعافيه والسلامه دوما بالاخص في هذا الشهر الفضيل، ان شاء الله يعودها علينا وعليكم بالخير والبركه والسرور يا رب تقبل اعمالنا يا رب تقبل صيامنا. المرحله الثانيه في هذه اللحظه بدات المرحله الثانيه تعلمون وقد جربتم في حلقات ماضيه حضور جميل في هذه المسابقه ثلاثه اسئله مع خمسه ابواب نبدا جامعه واسط حاضرين ان شاء الله باذن الله طيب الاختيارات خمسه خمسه ابواب والسؤال الاول فؤاد يختار التراث الادبي المدارس الدينيه المكتبات والمتاحف المراقد والمقامات الخطوة الزخرفه اختاروا اولا نطلب خاصيه التحدي ممتاز جدا خاصية التحدي بمعنى أن الدرجة تضاعف إذا أجابوا إجابة صحيحة حلو إن شاء الله الخط والزخرفة الخط والزخرفة مع خاصية التحدي وعشرين درجة إذا أجابوا إجابة صحيحة خطاط عراقي حصل على الجائزة الأولى في كتابة المصحف المطهر وقام بكتابة مصحف الأوقاف في تركيا هو هادي الدراجي نبيل المعموري قاسم الخفاجي العد التنازلي في هذه اللحظة ابتدأ خطاط عراقي حصل على الجائزة الأولى في كتاب المصحف في كتابة المصحف المطهر وقام بكتابة مصحف الأوقاف في تركيا الوقت 16 ثانية 15 ثانية 14 ثانية 13 ثانية 12 ثانية يلا الوقت ينتهي إن شاء الله الإجابة الثانية الإجابة الثانية نثبتها يلا نثبتها والاجابه خطا لكن الاجابه الصحيحه هي هادي الدراجي الذي اتقن باتقان كتابه المصحف العراقي مؤخرا وثبت هذا المعنى اللي ان شاء الله اللجان الخاصه لطباعته في الاوقاف جامعه الكفيل محمد نبدا معك خمسه خيارات لديك تختار إما التراث الأدبي إما المدارس الدينية المكتبات المتاحف المراقد والمقامات الخطوة الزخرفة يلا المراقد والمقامات المراقد والمقامات كنترول اختارنا أما السؤال المتنبي أبو الطيب أحمد بن الحسين ابن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي ولد في الكوفة وعوتب على عدم مدحه أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه شيعيا فقال وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستقلا كاملا وفي رواية إذ كان نورا مستطيلا شاملا قتل سنة 345 هجرية في العراق إيران الشام نعم أي الإجابة صحيحة؟ العدد التنازلي بدأ وما زال العدد التنازلي يصل الى 17 16 15 14 نختار العراق تختارون العراق يلا الاجابه العراق صحيحه الله ابو الطيب المتنبي في في واسط في واسط قبره في واسط والى جامعه واسط إيه. تبدأ أختار معنا موسى. موسى التراث الادبي ان شاء الله التراث الادبي يختار التراث الادبي مؤلف كتابي دلائل الاعجاز واسرار البلاغه هو عبد القادر الجرجاني ام الجاحظ ام ابن سنان الخفاجي في هذه اللحظه يبدا العد التنازل يلا شبابنا في الكنترول المشوره ايضا على قدم وساق يلا ها آه يا موسى عبد القادر الجرجاني اكيد؟ ان شاء الله متاكد؟ ان شاء الله جواب نهائي؟ جواب تثبيت؟ تثبيت بدون آلية مساعدة؟ ثبتوها عبد القادر الجرجاني والإجابة صحيحة اللهم صل على محمد, محمد. وآل محمد جامعة الكفيل أين وصلنا؟ لحسن؟ نعم يلا حسن اختار خاصية التحدي خاصية التحدي خاصية التحدي و التراث الأدبي التراث الأدبي الاختيار من قبل حسن مؤلف كتاب نقد الشعر توفي في سنة 337 هو ابن قتيبة نعم ابن وهب الكاتب قدام ابن جعفر يبدأ في هذه اللحظة العد التنازلي يلا شباب مؤلف كتاب نقد الشعر توفي في سنة 337 ابن قتيبة ابن وهب الكاتب قدام ابن جعفر جعفر بيساتب يلا بيساتب شباب تحتاجون مساعدة ولا لا؟ إن شاء الله ابن قتيبة إن شاء الله ابن قتيبة ثبتوها ثبتوها الإجابة خاطئة الإجابة خاطئة لكن الإجابة الصحيحة هو قدام ابن جعفر أردت أن أساعدكم أخذ وأشتري لكن انتهى الوقت مع الأسف يلا جامعة واسط والاختيار لمن؟ محمد يا محمد إن شاء الله والمقامات آه المراقد والمقامات يختاروها والسؤال هو الكميت بن زيد الأسدي شاعر شيعي إمامي في العصر الأموي آه عالم بلغات العرب خبير بأيامها اشتهرت قصائده التي تسمى الهاشميات ولد سنة ستين ومائة وتوفي سنة ميتين وستة وعشرين دفن في الناصرية أم دفن في النجف أم دفن في ميسان؟ يلا الإب... الإجابة إن شاء الله تبدأ في هذه اللحظة بالعد التنازلي محمد محمد الكميت بن زيد الأسدي شاعر شيعي إمامي في العصر الأموي عالم بلغات العرب إن شاء الله ميسان إن شاء الله ميسان نثبت إن شاء الله توكلوا على الله ثبتوا ميسان والإجابة صحيحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميل يلا جامعة الكفيل قاسم الاختيار نعم لك الخطوة الزخرفة الخطوة الزخرفة؟ نعم الخطوة الزخرفة السؤال خطاط بغدادي ترأس ثلاث وزارات وسجن ثلاث مرات ودفن ثلاث مرات هو ابن مقلة محمود جلال الدين أحمد قرحصاري في هذه اللحظة يبدأ العد التنازلي نوعا ما شخصية عجيبة خطاط بغدادي ترأس ثلاث وزارات سجن ثلاث مرات ودفن ثلاث مرات أساعدكم؟ إن شاء الله نثبت على ابن مقلة أكيد؟ إن شاء الله ثابت؟ ثابت ثبت الكنترول ابن مقلة الخيار الأول ثبت ابن مقلة الخيار الأول والإجابة صحيحة الله ثلاثه اسئله وثلاثه اسئله وانتهت المرحله الثانيه لكن للحديث صله لكن بعد هذه الوقفه والمرحله الاخيره من هذا السباق مره اخرى من شغاف القلب احييكم عدنا وهذا العود عود احمد باذن الله تبارك وتعالى اهلا وسهلا ومرحبا بهذا المرسم الجميل وانتم تنقشون فيه جماليه الدعوات الطيبه لاخوانكم ولا تنسونا من فواضلها هناك في هذا المرسم الجميل ما زلنا في مسابقه معارف التراث حيث نتعرف على تراثياتنا المهمه من العهد التليد كي نستقي بها استقاء جميله ان شاء الله لنتعرف عليها اكثر ليس مجرد التعرف فقط لاجل ان تكون نابضه بالحياه لمستقبلنا ان شاء الله يساعدنا في هذا الامر المهم عزيزنا فؤاد وموسى ومحمد من جامعة واسط وكذلك أعزائنا محمد وحسن وقاسم من جامعة الكفيل. المرحلة الثالثة تحمل معها أيضا ثلاثة أسئلة نعم وأربعة خيارات، أربعة أبواب، نبدأ إن شاء الله، جاهزون شبابنا؟ توكلوا على الله، يلا نبدأ من جامعه واسط وفؤاد يختار لنا اما الاصدارات التراثيه اما الاعلام اما الكتب والمخطوطات واما المصطلحات التراثيه اي المجالات انتم يعني ان شاء الله المصطلحات تعرفونها اكثر المصطلحات التراثيه السؤال هو غمس الورق بعد صنعه وجفافه في العصاره النشويه او الرهيك اذا قرات الاسم صحيح ليسقى السطحه ويسهل انسياب القلم عليه، يسمى هذا المعنى او هذه الحاله السقع، السقاط السقي. الان يبدا العدد التنازلي. السقي السقي غمس الورق بعد صنعه وجفافه مصر. السقع السقاط السقي السقع. لديكم اليات للمساعده بس قناه المعارف نستخدمها م. بالاجابات الباقية. يلا السقع. خلاص السقي ان شاء الله اكيد ان شاء الله نثبت الإجابة؟, الاجابه ثبت الاجابه لان الوقت انتهى نوعا ما ثبتوا الإجابة شباب والإجابة صحيحة اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله محمد. عليك يا الله يا ولا. لا هو سقيم بين نوعا ما النقع بالماء يعني <applause> <applause> شلون إبعاد الآخرين أب... استبعاد إجابات استبعاد الإجابات ما ما. والنجاح للأولوية طيب للأقرب يلا جامعة الكفيل والخيار يلا محمد. كتب المخطوطات. كتب ومخطوطات لقد ألف الشيخ محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي كتاباً في الفقه طيب أه ما يزال مخطوطاً ما اسم هذا الكتاب يا محمد هل هو هداية الأمة أم هو المختصر النافع أم هو مدارك الأحكام الإجابة بدأت في هذه اللحظة بالعدد التنازلي <applause> يلا مشهوره والوقت ينتهي 15 ثانيه 14 ثانيه 13 ثانيه نختار وسيله مساعده للاتصال بقناه المعارف يختارون اليه المساعده والاتصال بقناه المعارف وننتقل الى الكنترول عزيزنا في الكنترول يتصل في هذه اللحظه بقناه المعارف ليسال مسؤول قناه المعارف عن الاجابه الصحيحه يلا شبابنا نتصل الو الو سلام عليكم كيف الحال استاذ احمد حياكم أحمد. الله اهلا وسهلا ومرحبا استاذ زين العابدين اهلا وسهلا بكم رمضان كريم عليك على الاسره وعلى كل العاملين في قناه المعارف جزاكم الله خير وتقبل الله اعمالكم وتحيات من العتبه العباسيه المقدسه الله يبارك فيكم ان شاء الله شبابنا في جامعه الكفيل طلبوا ان تكون المساعده من قبل قناه المعارف وهي اليه من اليات المساعده في هذه المسابقه نعم حياهم الله يطرح السؤال الله. عزيزنا محمد عليكم لقد ألف الشيخ محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي كتابا في الفقه ما يزال مخطوطا ما هو اسمه؟ هداية الأمة أم المختصر النافع أم مدارك الأحكام؟ عزيزي محمد أنتم أي إجابة ترشحون مبدئيا؟ مدارك, مدارك الأحكام ترشيحكم بعيد عن الإجابة الصحيحة والإجابة الصحيحة هي كتاب هداية الأمة طيب تثبتون هداية الأمة؟ إن شاء الله تثبتوا هداية الأمة الكنترول ممتاز الإجابة صحيحة الله. الله. وآل محمد موسى يختار لنا بإذن الله تبارك وتعالى من الأبواب أو من الخيارات الأربعة إن شاء الله الأعلام الأعلام خيار الأعلام يلا خيار الاعلام والسؤال فيه من ابرز كتب الاجازات والتراجم والحديث هو كتاب لؤلؤه البحرين طيب وهو من تاليفات احد اهم اعلام الاماميه في القرن الثاني عشر هل هو الشيخ عبد علي البحراني ام الشيخ خلف بن عبد علي البحراني ام الشيخ يوسف البحراني تبدا الاجابه من هذه اللحظه يلا من الاخير من فؤاد ها. ام موسى يحن. ام محمد مستقبل. ايكم متأكيد. استقيتم الاجابه انت عندك مستقبل. يلا موسى تفضل شيخ يوسف البحراني اكيد ان شاء الله مطمئن ان شاء الله نثبت اجابه ختاميه ختاميه يلا ثبتوا الشيخ يوسف البحراني والاجابه صحيحه اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد جامعة الكفيل ننتقل إليكم حسن الآن جاهز لاختيار المصطلحات التراثية المصطلحات التراثية يختار المصطلحات التراثية والسؤال هو كالتالي مصطلح تراثي قديم في المفهوم حديث في الاستخدام يعني وصف الكتب والتعريف بها ضمن حدود وقواعد معينة هو الببليوغرافيا الببليوغرافيا السيسيولوجيا الميتافيزيقيا الإجابة في هذه اللحظة تبدأ هذا المصطلح تراثي قديم في المفهوم حديث في الاستخدام الاختيار الاول ببليوغرافيا الاختيار الاول يختارونه ونثبت ولا لا ان شاء الله اكيد نعم. ثبتوا بالكنترول والاجابه صحيحه اللهم صل على محمد وعلى محمد جامعه واسط شبابنا جاهزين ان شاء الله اخير سؤال لكم محمد يختاره يلا محمد إن شاء الله الكتب والمخطوطات الكتب والمخطوطات السؤال يقول مخطوطة قيد التحقيق في مركز تراث كربلاء وهي من مؤلفات السيد علي نقي الطباطبائي الحائري آه هي أولا الدرة النجفية أم الدرة الحائرية أم الدرة الحسينية في هذه اللحظة يبدأ الوقت إن شاء الله نستعين بقناة المعارف نستعين بقناة المعارف وهذه الآلية في المساعدة بين أيديهم متوفرة، ننتقل إلى الكنترول، شبابنا في الكنترول نتصل بقناة المعارف ونحييهم على جهودهم في إرساء دعائم المعارف التراثية، حياكم الله، سلام عليكم ألو. عليكم السلام والرحمة. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. حياكم الله اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا وسهلاً بكم استاذ احمد وحياكم الله. شبابنا في جامعه واسط لديهم سؤال تتكرمون بالمساعده ان شاء الله ونحن إن شاء الله. في مسابقه معارف التراث. شاء الله بخير تتفضلون بقراءه السؤال. مخطوطه قيد التحقيق في مركز تراث كربلاء وهي من مؤلفات السيد علي نقي الطبطبائي الحائري. توفي سنه 1289 هجريه. هي اولا الدره النجفيه، اثنين الدره الحائريه وثلاثه الدره الحسينيه. آه طبعا الف تحيه لجامعه واسط ولاهالي واسط وللفريق آه. جامعه واسط. شكرا جزيلا. طبعا كما هو واضح انه من الاسم السيد علي النقي طباء الحائري فبالتالي المخطوطه هي الدره الحائريه. نثبت الإجابة؟ إن شاء الله يلا ثبتوا الإجابة في الكنترول شباب لا الإجابة صحيحة صلى على محمد على محمد وآل محمد آخر سؤال في المسابقة في آخر مرحلة لجامعة الكفيل يتفضل به آخر المتسابقين في هذا الجانب قاسم يلا تفضل نختار باب الأعلام باب الأعلام يختارونه نعم. والسؤال هو أستاذ الشيخ الأجل أحمد ابن فهد الحلي كان شيخا فقيها فاضلا من أعظم علماء الإمامية من هو أستاذ الشيخ الأجل أحمد ابن فهد الحلي هل هو عبد السميع بن فياض الأسدي أم هو علي بن الخازن الحائري أم هو شيخ مفلح ابن الحسن الصيمري الإجابة في هذه اللحظة تبدأ بالعد التنازلي يلا شبابنا السؤال لا ملحظة. الوقت 21 20 19 18 17 ثانية ها يا محمد ها يا حسن ها يا قاسم شنو الإجابة الصحيحة؟ آه نختار آه الخيار الثالث الخيار الثالث ثبت ثبت والإجابة خاطئة طيب انتهينا في هذه اللحظة من المسابقة و إلى إعلان الدرجات الإجابة الصحيحة بالطبع علي بن الخازن الحائري للسؤال الأخير كانت الإجابة الصحيحة وأما جمع الدرجات نعم في المجموع حصلت جامعة واسط على ثمانين درجة فيما حصلت جامعة الكفيل على سبعين درجة وما زال السباق مستمرا حتى انتهاء الدور الاول من هذا السباق التنافسي الجميل في الشهر الفضيل. والان الى اعزتنا الحاضرين الى السؤال المطروح لهم. بالطبع نحن نشكر حضورهم الجميل ونشكر تعاونهم مع الفرق الموجوده في داخل الاستوديو. نبدأ بقراءة السؤال مخصص لهم وهدية بعد ذلك تذكارية طيبة وجميلة ومعنوية وقيمة إن شاء الله من أبي الفضل العباس سلام الله عليه. سؤال الجمهور. الديباجة ما معناها؟ الديباجة هي مقدمة الكتاب، وجه الكتاب، هوية الكتاب، الديباجة ما هو معناها؟ الديباجة ما هو أه معناها نختار من بين عزتنا تفضل بالبدايه وصلوا لنا الميكروفون اول شيء نتعرف عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله الطالب محمود الرحمن جابر من جامعه القادسيه حياك الله اهلا الله وسهلا الله. ما معنى الديباجه؟ ان شاء الله الاختيار الاول مقدمه الكتاب الديباجه هي مقدمه الكتاب نثبت الاجابه ولنتابع الاجابه صحيحه ما شاء الله عليك نطلب من عزيزنا ان يجلب لنا الهديه المخصصه لحضورنا الكريم ونطلب من عزيزنا ان يتفضل باستلامها شكرا جزيلا من العتبه العباسيه المقدسه هديه متبركه وحجر مرصع من مرقدي بالفضل العباس حياك الله أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا مباركين إن شاء الله الله يبارك فيكم والسؤال المخصص لكم حضرات المشاهدين الأفاضل نتابع السؤال بعد ذلك آلية التواصل معنا هدية جميلة إن شاء الله سنعلن عنها سؤال المشاهدين كتاب مقاتل الطالبيين من المؤلفات المعروفة والمشهورة من هو مؤلفه؟ الإجابة ترسلونها بإذن الله تبارك وتعالى على تطبيق الواتساب عبر الرقم الذي سيدون في أسفل الشاشة كونوا معنا واصحبونا لاستمرارية هذه المسابقة في الليالي القادمة شكرا جزيلا ل شبابنا في جامعة واسط، شكرا جزيلا لجامعة الكفيل، وشكرا لكم أنتم الذين ناقشتم الحب بمرسم العطاء دوما وأبدا بدعواتكم الطيبة والكريمة. لا تنسونا من فواضل دعواتكم وتحياتي لكم شريطة أن تحذفوا التاء من أولها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. حياكم الله. thank you